أكد اللقاء تنسيق الأول للسلطة المحلية والجهات المعنية على توحيد الجهود وتكامل الإمكانيات للحفاظ على المظهر الحضاري والمنظر الجمالي لمديرية المدينة عاصمة المحافظة. اللقاء الذي عقد تحت شعار مدينتي مسؤوليتي نظمته جمعية أجيال مأرب بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب وبتمويل من مؤسسة رنين الأمانة. في لقاء أكد وكيل المحافظة عبد الله أحمد البكري على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومواجهة التحديات الراهنة. جمعية أجيال مأرب على إقامة هذه الفعالية التوعوية، طبعا نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا وعي مجتمعي سواء من حيث تفعيل المكاتب الخدمية في هذه المدينة أو من حيث التوعية المرورية والتوعية بنظافة مدينتنا. وهنا حقيقة سجل شكرنا للأخوة في صندوق التحسين الذين يعملون على قدم وساق على محافظة على الوجه الحضاري لمدينة مأرب من حيث النظافة والتشجير. نتمنى من الأخوة في المكاتب التنفيذية الخدمية أن تعمل على قدم وساق وأن يكون لها تواجد وحضور مستمر وأن يكون لدينا وعي حضاري في الحفاظ على نظافة والسلوك الحضاري في هذه المدينة الحضارية. القائم بمدير عام مديرية المدينة محمد الحرازي أشار إلى أن مشروع مدينتي مسؤوليتي يهدف إلى تفعيل التوعية المجتمعية وإيجاد بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين بعيدا عن الاختناقات المرورية والمظاهر العشوائية. أولا نشكر جمعية أجيال مأرب على مشاركتهم وطرحهم مثل هذه المجالات الموجودة في المشاكل التي تحدث في المدينة والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. تم الجلوس اليوم مع الأخوة جمعية أجيال مأرب ومع الجهات ذات العلاقة، مكتب المرور ومكتب الأشغال العامة وكذلك مكتب التحسين والجهات الأمنية، وتم التنسيق فيما بين هذه الجهات. توحيد الجهود من قبل كافة الجهات تعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لكثير من الموضوعات والقضايا المتصلة بالفرد والمجتمع. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.